احنا هنا اليوم من اجل تضامن مع المعتقلين السياسيين المضربين على الطعام، ومن اجل المطالبه باطلاق سراحهم فورا، والا كان لابد من المحاكمه ديال هاد الجوج ديال المعتقلين ومعتقلين اخرين، فيمكن محاكمتهم في حاله الصراح، لانهم عندهم جميع الضمانات باش يمكن يتحاكموا في حاله الصراح. هذا هو المطلب ديالنا، والمطلب ديالنا استراتيجي، هو القضاء على الاعتقال السياسي في البلاد ديالنا، هو الحريه في البلاد ديالنا، هو النهايه ديال الاستبداد والفساد في البلاد ديالنا، لان الاستبداد هو الاصل ديال الاعتقال السياسي. وبالتالي نحن نطالب باطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم سليمان ريسوني وراضي. واقفين في هذه الوقفه اللي كتشهد هذا المنع وهذا الاضطهاد. الوقفه هي من اجل المطالبه باطلاق سراح سليمان الريسوني وعمر راضي وتوفيق بوعشرين ومعتقلي الريف وكل معتقلي الراي. نقف اليوم لان سليمان الريسوني وعمر راضي يخوضان اضراب عن الطعام، وصل اليوم الى 9 ايام مما يهدد حياتهم، فنطالب اولا باطلاق سراحهم لانه لا موجب لاستمرار اعتقالهم في إطار توفر كل ضمانات سواء القانونية أو ما يضمنه الدستور من أصالة قرينة البراءة. فنطالب بإطلاق سراحهم فورا، وكذلك نطالب بوقف هذا المسلسل، مسلسل اعتقال السياسي واعتقال أصحاب الرأي. أنا هنا لأتظاهر ولأطالب بإطلاق سراح الصحفيين المضربين عن الطعام عمر راضي وسليمان ريسوني. هذا ما أريد أن أقول. كذلك إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، منهم معتقلي حراك الريف والصحفي توفيق بوعشرين وكل من يعبر عن رأيه في يوتيوب واعتقل نظرا للآراء التي عبر عنها. المعتقلين بجوج سليمان وعمر الحياة ديالهم مهددة، وهما في اعتقال وفي وضعية اعتقال تعسفي، لا شيء يبرر قانونيا اعتقالهم. هم في عندهم واحد الاعتقال ظالم تعسفي، ولهذا جينا اليوم باش نطالبوا اولا وقبل كل شيء باطلاق سراحهم وباطلاق سراح كافه معتقلي الراي، خاصه ان هاد المعتقلين بجوج كيخوضوا اضراب عن الطعام في يومهم الثامن، وحياتهم مهدده وسلامتهم البدنيه مهدده، لانهم عندهم وضعيه صحيه جد متدهوره اصلا، زادتها الشهور ديال السجن اللي كانت فيه وضعيه نفسيه خطيره جدا.